شكرا معلقنا كابتن احمد مناع. اذا انتهت المباراه بفوز نادي الزمالك 110-99. رحب بضيوفي المنورين المره الثالثه، كابتن طاهر اهلا بحضرتك، كابتن سلاوي اهلا بحضرتك. كابتن سلاوي، شايف المباراه ازاي؟ يعني النادي الاهلي ادى ازاي؟ يعني اديني كده راي حضرتك فنيا عن المباراه. لا، هي مباراه طبعا في طي النسيان يعني بالنسبه للنادي الاهلي. النهارده الفرقه معظم لعبتها كانوا خارج الفورمه بتاعتهم، دفاع سواء الدفاع كان دفاع يعتبر ضعيف طبعا، والهجوم برضو ما فيهوش تعاون، كان فردي شويه. عايز اقول برضو ان الحكام ادت مباراه جيده، بس في نقطه سلبيه، كثره كلام اللعيبه من الفرقتين واعتراضهم على الحكام. المفروض يكون في اكتر صرامه، لكن هي مباراه تعتبر جيده بالنسبه للنادي الزمالك. والنادي الاهلي اعتقد المباراه دي الخساره اللي ما بتاثرش في الترتيب او المباراه النهائيه او وصولك للفاينل، دي بتبقى مفيده للفرقه اكتر من انك انت تفضل كسبان طول. فاعتقد ان هيبقى في اعاده حسابات، في مراجعه اللي هيتفرجوا، في مراجعه. واعتقد او يعني من فتره ما شفناش دفاع الاهلي صحيح. كابتن سلاوي اشكرك. كابتن سلاوي وكابتن طاهر، انا شايفها ان الموضوع عادي جدا، يعني مش مؤثر ابدا. وهو المشكله ان احنا معودنا على مدى السنتين او الثلاثه اللي فاتوا على المكسب. ما نخسرش يعني. اخر مره ملاعبين الاتحاد كسبينه في اسكندريه. صحيح. يعني هي المساله الزمالك في الزمالك وده يعني زي ما بقول لك، لكل جواد كبوه، او يكون في اغراض واهداف اخرى للموضوع. انما انا شايف ان احنا في الكوارتر الرابع قدرنا نجمل، واذا كان احنا وحشين في الديفنس وهم وحشين في الديفنس. يعني اذا كنت انت جايب 110 انا جايب 100. فهي السكور برضه، هو الدفاع النادي الزمالك برضه مش بالقوه. لا لا مش بالقوه. لا 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 لا. يعني ودليل ان انت ممكن ترجع في اي وقت، لما ترجع في الكوارتر الرابع ده دليل على في حاجات ايجابيه. الفرقه تلم نفسها. عادي عادي، ولسه بدري الدوري لسه. هم عودونا على حاجات مكسب اوفر. يعني انا شايف ان هو يعني مش يكون ان هو يحصل الذبذبه دي. مش ان شاء الله تبقى يعني فوائد كبيره للمباراه. بشكرك كابتن طاهر، نورتني وشرفتني وسعدت بيك النهارده. احنا المتشكرين، والتغطيه جميله، ويعني زي ما عودتونا قناه الاهلي وعودتنا انت شخصيا. ابقى سعيد بك يا هدى. الله يخليك كابتن سلعاوي، نورتني وشرفتني يا كابتن. الله يخليك كابتن هيثم، وهارد لك للنادي الاهلي، وان شاء الله تكون كبوه بسيطه ولسه الدوري طويل ان شاء الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، دي كان جولتنا النهارده، مباراه الاهلي والزمالك في الجوله التاسعه في الدور الترتيبي لدوري السوبر لكره السله رجال. انتظرونا في جوله جديده من جولات السوبر الابطال.